الى التوب 6 وملك والكينج لاسرع سياره في سباق رعد المايل لبطوله محموده. اهلا ومرحبا بكم معنا في قناه مومو شانل على اليوتيوب. احنا اليوم موجودين في تلال سويحان، موجودين في سباق رعد للمايل من بن حموده للسيارات، ومعنا طبعا السيد ايمن البجاوي السيلز ماركتنج دايركتور. هيحكي لنا اليوم عن الفعاليه اللي قام بيها وكاله بن حموده للسيارات للشيفروليه والجي ام سي. اتفضل استاذ ايمن، اهلا بيك، احنا بنرحب بيك معانا. يا اهلا بيك، اهلا وسهلا. احكي لنا اليوم عن السباق وعن الفعاليه اللي تمت، انواع السيارات اللي اشتركت وانواع السيارات اللي تقدر تشترك في السباقات القادمه ان شاء الله كمان. اتفضل. طبعا احنا من واجبنا ناحيه المجتمع، انه احنا نقوم بتواصل مع المجتمع المحلي ونتواصل مع الشباب، وطبعا اغلب زبائننا شباب وسياراتنا هي سيارات شباب. فمن هذا الباب احنا مش اول سباق، لكن اول سباق مايل صراحه. قمنا بتنظيم عده سباقات في ياس، والان احنا في تلال سويحان. طبعا وجدنا انه في تركيز على تلال سويحان لتكون هاي المنطقه لرياضه السيارات، وهذه المنطقه البريه الجميله صراحه انه يكون فيها سباق المايل. وطبعا حلبات المايل اصلا قليله في العالم، يعني مش يمكن ثلاث اربع حلبات في كل العالم. فاحنا من باب ايضا دعمنا لرياضه السيارات وللشباب انه ننظم سياره يختبروا فيها سياراتنا اللي هي الشفرليه والجي ام سي الكورفت والكاميرو والسيلفرادو والسيارة والتاهو واليوكون في مكان امن وفي بيئه امنه ودفاع مدني وشرطه ابو ظبي مشكورين والاسعاف الوطني موجودين كلهم الله يجزيهم خير، يعني هم من الناس الداعمين لهذا، بالاضافه الى نادي الكورفت كورفت الامارات ونادي كاميرو الامارات، كلهم يعني داعمين لهذا النشاط، بالاضافه الى لجنه تلال سويحان حقيقه اللي هي اللجنه المنظمه لهذه السباقات، وايضا بلديه العين من الناس الداعمين ومن الناس اللي حقيقه وجهوا لنا كل الدعم لتنظيم مثل هذه البطوله. طبعا شارك في هذه البطوله الاصدقاء والاخوه والزبائن الكورفت والكاميرو والسيلفرادو حتى والسياره من عمان الشقيقه، من المملكه العربيه السعوديه، من دوله الكويت، اهلا وسهلا فيهم، بنرحب فيهم، من كل الامارات شاركوا اليوم، مش بس من زبائن بن حموده. احنا وجهنا الدعوه لكل من يمتلك هذه العلامات التجاريه اللي احنا وكلائها في ابو ظبي والعين فقط، ولكن قمنا بتنظيم هذا المهرجان لكل الدول اللي بتحبه، لكل الامارات ليتواجدوا معنا. وحقيقه كان يعني عدد كبير من السيارات الموجوده اليوم مشاركه بالكورفت والكاميرو، وشباب اثبتت سياراتنا انها بتتحمل تزويد لاعلى درجه من اللي بيتوقعوها الناس تدخل بسيارة برياضه السيارات. اثبتوا اليوم بسرعات وصلت ل 300 ولا 280 290 سيارات قويه، والان بننتظر طبعا التصفيه النهائيه اللي هي الاختبار وتحقيق نشوف مين هو راح يكون كينج رعد سويحان. هذه البطوله اللي نظمتها شركه بن حموده للسيارات لاول مره وما راح تكون اخر مره ان شاء الله باذن الله. بعد هذا النجاح بنستمر بنتعلم من الملاحظات اللي توفرت على من الموجودين، شو الامكانيات نطورها راح نطورها. طبعا الجوائز تبعت هاي المسابقه بلغت حوالي 100,000 درهم ما شاء الله. جوائز راح يكون ايضا سحوبات لل ان شاء الله للجمهور، حتى حفل غداء راح يقام في مخيم بن حموده للسيارات اللي هو في نفس المنطقه، وراح يتخللوا مسابقات وراح يتخللوا سهره شبابيه لكل زبائن ومحبين هذه العلامات التجاريه. ممتاز. وفي انا سمعت ان في سياره تم اطلاقها اليوم او تم عرضها اليوم لاول مره تعرض. نعم. اي سياره احكي لنا عنها شويه؟ حقيقه هي كانت هذه مفاجاه اليوم ان نعرض السي 8 اللي بتعرض في ابو ظبي والعين لاول مره.
سي 8 موجوده اليوم بين سياراتنا الشاهين والسراب، البيكابات المجهزه من بي اتش كار كير اللي هي بنحمودها للسيارات، وبالاضافه لانه احنا جبنا كمان السي 8 لتكون موجوده اليوم، الكورفت واللي هي طبعا كل الجمهور كان متواجد حوالين هاي السياره، لانه لما عرضت في معرض دبي للسيارات كان الناس يشوفوها من بعيد، فاليوم شافوها من قريب وشافوا مواصفاتها الداخليه وتعرفوا عليها اكثر، ويعني بس للاسف انه كل الكميات محجوزه يمكن لست اشهر. مش للاسف، هو احنا كنا متوقعين ان يتم حجزها لاكثر من كده كمان، بس هم يمكن كان تم شويه تاخير بسيط من ناحيه المصنع، بس نعم. الحمد لله هنلحق ان نغطي الاوردرات اللي جايين عليها ان شاء الله. صحيح ان شاء الله. هيكون في يعني سباقات تانية جايه قريب، الناس أكيد. بتسال نعم. ايه الفعاليات اللي هتتم بعد كده ان شاء الله؟ شوف، طالما انه احنا عندنا علاقه قويه مع لجنه تلال سويحان وبلديه العين والانديه الرياضيه، فاحنا ان شاء الله نكون جاهزين. هلا بغض النظر طبعا حجم هاي المسابقه وانها تستقطب المشاركين من دول الخليج، ممكن تكون مسابقات داخليه في الموسم، ولكن هذه المسابقه راح تكون سنويه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. احنا نشكرك جدا على لقائك فينا، احنا عارفين ان احنا مستنيين اسرع ست سيارات احنا قلنا عليهم، واللي هيكسب هي اسمه الكينج. نعم. طبعا سباق المايل. نعم. والجائزه بتاعته هتكون قد ايه؟ 10000 درهم. 10000 درهم ان شاء الله. والباقي كل الفئات اللي اشتركت لهم جوائز ولهم تكريمات، 5000 3000 2000 موجود للكل يعني. والجمهور كمان هيستفيد. نعم. والجمهور هيستمتع بالفرجه على السباقات والسيارات اللي حابب يشوفها، وممكن طبعا يكسب جوائز متقدمه من حموده للسيارات. نعم ان شاء الله. اشكرك جدا على لقائك. شكرا. Thank you.